وتضيه عامية. لازم نروح لبابا. يا جماعة لازم ناخدها ونروح لبابا. ثواني هيا تسيبها، بس انا اقفل الباب عشان ما تخرجش. لقيتها يا جماعة، بس جميلة قوي، رجلها بيضة تستخبى بين الخشب تنقل. بابا نقلت القطة دي عنيا برا. تعالى يا حبيبي تعالى تعالى وريني يا عيني. لا عينيها بجد مقفلة، ده دي محتاجة لازم تتنظف عينيها بتروميسين ومية بتادين يعني بتعض نفسها. دي ذكر؟ ذكر صح؟ اه ذكر صغنن. طب انت حاطط الفيديو تحت ليه ما تحطه فيه هو؟ طيب اقول لك على حاجة؟ ايه انت عايز تنقذه ولا عايز تعمل فيه ايه؟ انقذه. هتنقذه وهتربيه وتحافظ عليه عشان هو سائع ولا وبردان وشكله كده هيموت. انا في بيت قطط عامله احطه فيه. في بيت قطط عامله. وريني كده التليفون، وريني كده لما اشوف انت بتصور ايه. يا عيني دي عينها بجد بما بص. دي محتاجه اهتمام قوي جدا. طب طلعها حطها في البيت بتاعها لحد لما اطلع نعمل عليها كونسولت كونسولت القطط بتاع عشان بتاعنا الشهيرين مع الانقاذ قطه كتير يا ريس.